يعرفوش القبر نتاعه. والوالده انذاك رحمه الله سافر الى الجزائر باش يعرف المصير نتاع ابنه، واستقبلوا انذاك وزير الدفاع اللي كان هو بومدين لان سافر اثناء حكم الرئيس الراحل احمد بن بلة، وقال له انه لا درايه له بما حدث للحنبوطي وان رجاله لم يغتالوا. لما الرئيس الراحل محمد بوضياف رحمه الله رجع للجزائر في بدايه سنه 1992 وترأس المجلس الاعلى للدوله بعد الانقلاب على الشرعيه والغاء انتخابات 26 ديسمبر 1993، اتصل ووجه دعوه لعائله الحموتي وزاروه في قصر المراديه، وما يعني اقاموا هناك لمده اسبوع، واللي من بينهم كان معهم صديقي السي الخدير حموتي ابن المجاهد الراحل الحموتي وشقيقه بوضياف، لان الحموتي سمى ولده على بوضياف اللي هو محمد بوضياف رئيس الجزائر الراحل اللي كان عايش في القنيطره لمده 28 سنه. عندما يعني احتضنهم وكرمهم ضيفهم في قصر الرئاسه، لكن طبعا لم يتمكن محمد بوضياف من كشف حقيقه ما وقع لصديقه المقرب سي الحموتي. ويحكي لي يعني السي خضير يعني نجل الحموتي قال لي في مأدبة الغداء التي أقامها على شرف عائلة المجاهد البطل المغربي الحموتي، قال لكبار المسؤولين سي بوضياف رحمه الله آنذاك، لكبار المسؤولين قال لهم لو علم الجزائريون بمن زارهم اليوم لوضعوا لهم البساط الأحمر من الحدود الجزائرية المغربية إلى قصر المرادي. قال لهم كان تعرفوا شكون هادو اللي زاروا اليوم ولاد شكون، وكان درتوا لهم طابيروج من الحدود إلى غاية قصر المرادي. وهذا اعتراف من الرئيس الراحل والصديق المقرب للحموتي بالأعمال الجليلة التي قدمها هذا الرجل للثورة التحريرية. وأنا أجدد الدعوة للسلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق جاد فيما يخص مسألة اختفاء المجاهد الحموتي وإعادة الاعتبار له ولعائلته، لأن هذا الرجل من أعظم الرجال الذين ساهموا في الثورة التحريرية، ومن العيب ومن المشحف الإنكار التنكر لما قام به هذا الرجل ولما قام به على العموم المغاربة ملكا حكومة وشعب. المغرب بجميع أطيافه وقفوا إلى جانب ثورتنا، ما خصناش نكونوا نكارين الخير، ولازم نعترفوا بالتضحيات نتاع أشقائنا المغاربة من أجل استقلال الوطن. هنا إذا كان سأشارك معكم، ولكن أعتقد أنه البث عبر التيك توك هل سيتوقف أو سيبقى؟ لأن بعث لي تسجيل صوتي سأعرضه على المتابعين في اليوتيوب إذا كانت تسمحوا لي جماعة تيك توك، ونرجع لكم بسرعة إن شاء الله. إذن نعرض عليكم هنا ماذا قال لي السي الخدير الحموتي، يعني بالنسبة للبواخر التي كانت في ملك الرجل الثائر المجاهد. السلام عليكم، لاباس بخير، كلشي مزيان. بالنسبه لهذيك الاولى، هذيك كذا فيكتوريا، هذاك فيكتوريا، هذيك هي اللي كانت كتجيب السلاح من جيبرالتار ومن لي بايز ومن لي باي دو ليست، منين تجي تكون في الاعالي البحار. وهذيك اخرى لو دوزيام اللي فيها هذوك جميع القاده الجزائريون اللي كانوا طالعين فيها، هذيك الصوره هذيك هي مليار اونو، كانوا وحده اخرى بحالها شويه كبيره عليها وصافي مليار ودوس. وهذوك اللي كانوا تيمشيو لاعالي البحار تيتلاقاو مع فيكتوريا، وفيكتوريا يعني
تيفرغوا ذاك السلاح وذاك كذا، تيفرغوا فهادو كانوا تيجيبوهم من تحت حتى للدار في بنينصر، بالاخص في بنينصر كانوا تيديروا هاد لوبيراسيون في الليل، فهمتي؟ او راه كاين حتى مليار ونص، يعني ثلاثة ديال اللي كان عنده، أبار هادوك الفلوكات صغيورين كانوا عنده شي ثلاثة ولا أربعة هادوك، لأنه لابد كانوا هادوك تيحطوهم حتى يعني حتى الشط، ومن تماك ذاك السلاح تيدخلوا للدار ديال الحموتي في بنينصر، نيته بعد، لأن الدار ديالو وكل شيء كان قريبة للبحر، إلي مام با 200 300 متر، فهمتي؟ 400 متر. هذاك الشيء وصافي اللي كانوا قراب على هذاك الشيء، وهاد لي زوبيراسيون كانوا تيديروها في الليل وصافي. ايوا هذاك هو علي ان امبراسمون فور اي غارد توا بيان. سلامة. ديوس ديوس. ميرسي سي ميرسي الحموتي، ميرسي ميرسي. ميرسي سي الحموتي على هذه التوضيحات. نجله الذي يحتفظ طبعا بهذه الوثائق الهامة، عنده كم هائل من الوثائق اللي تخص الثورة التحريرية المباركة. اسمحوا لي، بارك الله فيكم جماعة تيك توك، إذا كان خرجت لأن كنت مضطر باش يسمعوا الناس في اليوتيوب، للتسجيل الصوتي لخدير الحموتي، النجل المجاهد المغربي البطل محمد خدير الحموتي. دائما مع التاريخ. وهنا نوجه تحياتي إلى الأخ سي أفقير اللي استحضر معنا اليوم صور حول قاعدة العربي بن مهيدي التي تم قصفها من قبل المستعمر طبعا في 18 فبراير 1962، النظام الجزائري اللي طبعا يغطي على الحقائق ويحاول انه يعني في اطار خصومته او صراعه او مشاكله مع المغرب ما يذكرش الحقيقه، ولكن نحن له بالمرصاد، ودورنا اننا ننور الراي العام الوطني بالحديث عن حقائق ثابته. ومن بينها، وكنت سبق انني تكلمت عليها بالتفصيل منذ سنوات، عملية قصف مدينة وجدة أو قصف قاعدة العربي بن مهيدي رحمه الله، الشهيد العربي بن مهيدي اللي شفتوا صورته مع محمد الخدير الحموتي رحمه الله يرحمهم جميعا، قصف الثكنة وامتزاج دم المغاربة بالجزائريين. نعرض عليكم هذه الصور النادرة من حساب الصديق محمد أفقير، كما تلاحظون هذه الصور، هذه جنازة رسمية لشهداء القصف الذي تعرضت له مدينة وجدة في 18 فبراير 1962، يعني أيام فقط قبل وقف إطلاق النار اللي كان في 19 مارس 1962. كما تلاحظون هنا امتزجت دماء المغاربة والجزائريين، والملاحظ هنا في هذه الصورة قدوم وزير الدفاع المغربي آنذاك أحرضان رحمه الله للحضور في تلك الجنازة التي كانت مهيبة. نمشو إلى موضوع آخر، وهل الصوت ما راش ما الصوت ما راش مسموع؟ أكدوا لي الله يخليكم جماعة اليوتيوب إذا كان ممكن. نمشو إلى موضوع آخر ويحوز في نفسي، يعني بكل صراحة، أن وسيلة إعلامية كنت إلى حد ما نقدرها في واحد لا بيريود، لأن كانت عندها واحد شوية كانت عندها مهنية بكل صراحة، أن يصل بها الأمر أنها تتحول إلى بوق من أبواق نظام العسكر، وهنا أقصد موقع تيسا تو سيغ لالجيري. تيسا اليوم حتى يعني وفي طريقة استغباء الشعب الجزائري نشروا واحد التغريدة بناء على واحد الارتيكل، قالوا بأن عبد المجيد تبون أثناء زيارته لعمان أبهر العمانيين عفوا بخطه، يعني رجعوا تبون درك خطاط، رجعوا تبون خطاط، ويعني شغل يكتب بطريقة يعني خط، وهذه ما كاش منها، لأن وتناولوها في وسائل التواصل الاجتماعي، قال فوالا عبد المجيد تبون راه يخط يعني يكتب بشكل رائع. ابدا
أبدا، وكلها كلام تافه وفارغ، وفقط يعني من أجل تغليظ الرأي العام وإظهار على أنه يعني عنده موهبة. هو ما عندوش موهبة في الكتابة، وهذه المعلومة خاطئة. أنا اللي حس في نفسي أن وسيلة إعلامية مثل تياسا اللي كانت محترمة محترمة تنشر خبر مثل هذا، يعني شغل باش يضحكوا. ونشارك معكم، انظروا، غادي نشارك معكم هنا في بالنسبة للناس اللي في اليوتيوب، لاحظوا يعني كيف تم الترويج على أنه يخط. لكن إذا اكتشفنا نلاحظوا شوية طريقة لاسينياتور تاعه بعيدة كل البعد عن ذلك الخط الجميل الذي طبعا تم خطه من طرف خطاط وجابوا له هو باش وقع وفقط. تابعوا انظروا في هذه الثواني كما تلاحظون، ها هي الكتبة تاعو. نعاودو نشوفوها، انظروا إلى الخط تاع باين مجلة، وشوفوا هو الكتبة تاعو. يعني نعاودو نكرر هذا الفيديو باش الناس تتأكد. يعني حتى طريقة توقيعه ما فيهاش إبداع. كيفاش واحد يوقع بهذا الشكل يكتب نص بتلك الجمالية؟ هذا مستحيل طبعا. أنا حبيت نوضح في هذا الأمر، ولو أنني أنا ماشي من الناس اللي يدخلوا في أو يتناقشوا في أمور مثل هذه، لكن حبيت نوضح لكم كيفاش وسائل الإعلامية كانت مستقلة إلى حد ما، كانت مستقلة ولا تكتب و يعني تتملق لعبد المجيد تبون ولنظم العسكر بشكل بئيس في محاولة منها لاستغباء الشعب الجزائري.